السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب اليوم عندي قطعه تو فيو ليبرت، عدد قليل من الفهود. طلاب طبعا اول شيء هاي موجوده صفحه 65 بكتاب النشاط، وعليها مجموع عليها تقريبا اربع اسئله. طبعا انا راح اشرح لها خمس اسئله، اربعه موجودات بالكتاب والخامسه اثرائي. طلاب اهم شغله تعرف قصه القطعه شيري، يقول لك كان هناك العديد من شنو الفهود الفارسية تعيش في العراق، أوكي؟ ومع ذلك عام 2022 لم يبقى أو لم يتبقى سوى 25 فهد من عندهن بس. زين، ليش اليوم أهم شيء الحفاظ على البيئة والطبيعة؟ الجواب لحماية الفهود من من شنو؟ من الانقراض. طبعا جاي احكي لكم القطعه باختصار، اوكي؟ زين، يقول لك الصيد والحروب، اوكي، تؤدي الى انخفاض اعداد كبيره من الفهود ومما يهددها في الانقراض، يعني الفهود راح تنقرض. زين، قانوني لو غير قانوني صيد الفهود؟ غير قانوني صيد الفهود، اوكي؟ زين، اكو هناك اخوان اثنين عراقيين، واحد اسمه نباز والثاني اسمه بهاز فاروق. ذولا شبيهم؟ هذولا حاولوا انقاذ الفهود. ليش؟ يعتقد ان الفهود من الثقافة والهوية العراقية، اوكي؟ وهم عملوا على انقاذ الفهود، او لها معنى ثاني النمور، اوكي؟ يقول لك ليش الفهود يعيشون في منطقة في جبل باران؟ ليش؟ يعني الجواب هذا الجبل بعيد عن شنو؟ عن المناطق السكانية، ولا يوجد فيه بشر أو بشر قليلين. أوكي طلاب هاي باختصار القطعة. هسه نجي ناخذ الأسئلة والأجوبة. طلاب طبعا أول أربع أسئلة ذني موجودات في كتاب النشاط، راح أقرأهن هنا لما رسمتي وترجمهن. نمبر 1، Why was there a pig degrees in the number of leopards؟ لماذا هناك تراجع كبير بأعداد الفهود أو النمور؟ الجواب because of the loss of habitat hunting and war، بسبب خسارة مواطنها يعني بيئتها، وبسبب شنو؟ بسبب شغلتين، الصيد والحرب. Number 2، Why can't people hunt leopards؟ لماذا لا يستطيع الناس صيد الفهود؟ الجواب because it is against the law، لأنه مخالف للقانون. سؤال الثالث، Why do the brothers want to save the leopards؟ لماذا يريد الأخوة إنقاذ الفهود؟ الجواب because they are an important part of Iraqi cultures and identity، لأنهم جزء مهم من الثقافة والهوية العراقية. سؤال الرابع طلاب وزاري، Why is Barno Mountain the perfect place for leopards؟ لماذا يعتبر جبل بارنو المكان المثالي للفهود؟ الجواب Because it is against the law، لأنه مكان منعزل وبعيد. طلاب السؤال الخامس True False، يقول لك in 2022 في عام 2022 there were only كان هناك فقط 25 فهد متبقي في العراق. الجواب ترو. طلاب لهنا نتوقف، وان شاء الله نلتقيكم المحاضرة الجاية. هيجي كملنا المادة نص السنة كلها، الحصة صفحة 65 بكتاب النشاط. نلتقيكم ان شاء الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.